سيناريو بعينه حدث لسقوط الطائرة إلى الصفحة الثامنة وتحقيق مهم تنفرد به الوفد حول أوضاع المستشفيات في مصر وملف الصحة بشكل عام، ونقرأ منه هذه العناوين: الجحيم في مستشفى أبو الريش للأطفال، طوابير من الفجر لتعذيب مرضى الشلل الدماغي وفيروس سي، بنك الدم يستغل الفقراء، والخدمات الصحية والعلاجية تحت الصفر، الآباء والأمهات يشكون من الإهمال والاستهتار وسوء المعاملة. محمد، يعني ملف موسع حول يعني أوضاع المستشفيات في مصر وبيرصد أحوال المرضى أيضا أمام هذه المستشفيات، يمكن عناوين تعذيب المرضى. أنا كنت هقول أعلق سيادتك، قريت العناوين، العناوين قاسية جدا ولكن هي تنبع أو تعبر عن الواقع. عايز أقول أنا عايز أطلق يعني أطلق على وزارة الصحة وزارة قلة الصحة، لأننا النهاردة نلاقي نص الشعب المصري نصه مصاب بأمراض مزمنة. مش هقول يعني أكيد ما نقدرش نعمم ونطلب إحصائيات، يعني لا مش هقول إحصائيات، يعني هنقول إن عدد كبير جدا من ملايين الشعب من الشعب المصري مصابين بأمراض مزمنة ومعدية، وهندخل في التفاصيل. ووزارة الصحة بتعمل جهودها، ولكن أكيد الصحة محتاجة يعني هناك حملة للقضاء على فيروس سي ومواجهة، محتاجة اعتمادات. الصحة عايزة فلوس، عايزة اعتمادات، وبالتالي إحنا عايزين نؤكد احنا نقلنا صوره ما يحدث في مستشفى الاطفال. مستشفى يعني الياباني اللي يطلق عليه المستشفى الياباني، احنا نقلنا صوره حيه ما يحدث داخل هذه المستشفى، ولكن هي نموذج ما يحدث في المستشفيات العامه على مستوى الجمهوريه ومحافظات، وبالذات محافظات الصعيد. احنا بنقول للحكومه، احنا هدفنا من هذا التحقيق ليس الاشهار بالحكومه، ولكن بنقول للحكومه نقاط القوه والضعف في الاماكن المختلفه عشان تتدخل لانقاذ ما يمكن انقاذه، وخاصه صحه اطفال. هم شباب المستقبل، اجيال المستقبل تتحرك. عايز نؤكد على شيء، كل عايز من اعتمادات. احنا شفنا في التلفزيون في شهر رمضان كانت اغلب نص الاعلانات عن التبرع لمستشفى الأطفال. لكن نعود للتحقيق أستاذ محمد، يعني كيف يرصد هذا التحقيق السلبيات أو المشاكل في مستشفى أبو الريش تحديدا للأطفال؟ احنا انتقلنا يعني احنا انتقلنا من خلال محررنا لنقل صورة بالصوت بالصورة والكلمة ما يحدث داخل هذا المستشفى. ما يحدث في هذا المستشفى فيه العجب العجاب، وبالتالي الناس ممكن تنام من بره من الفجر عشان تدخل تاخد التذكره الساعه 8 صباحا وياخد يدخل في قوائم الانتظار. المواطن بيشوف الامرين داخل هذه المستشفى، مستشفى الاطفال، كل ذلك تحت اعين المسؤولين في المستشفى. وهل يعلم تماما؟ وعايز اقول حاجه مهمه جدا، وزاره الصحه مستشفى أبو الريش تابعه لجامعه القاهره وليست وزارة الصحة، ولكن وزارة الصحة هي المسؤولة أو المشرفة على كافة المستشفيات، المستشفيات التعليمية، المستشفيات الجامعية، هي تبع المستشفيات الجامعية، وبالتالي احنا في نظام دولة وليست في نظام بنشتغل في جزر منعزلة، ولكن هي وزارة قلة الصحة لابد أن تتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه المستشفى على سبيل الحصر، لأنها يعني تعبر عن أطفالنا الصغار الذين يتألمون ألما دون أن نستشعر بآهاتهم وصرخاتهم داخل هذا المستشفى كل يوم وكل صباح. طيب، يعني من خلال هذا التحقيق أيضا هناك حديث مع المسؤول أو رئيس لجنة الحق في الصحة، وهو بيتكلم عن ميزانية الصحة الآن 74 مليار و600 مليون جنيه، كيف يمكن التحرك من خلال هذه الميزانية التي بالفعل يعني أقرت لتحسين أحوال الصحة في مصر الآن؟ الصحة مهما كانت الاعتماد، احنا عندنا في مصر مشكلتين، الصحة والتعليم. إذا رصدنا 74 مليار جنيه للصحة قليل، عدد كبير من المصريين مصابين بامراض مزمنه. النهارده لو واحد عنده على سبيل المثال عنده برد، ممكن يكلفه 200 جنيه. برد ده اقل حاجه الانسان يتعرض له وشيء طارئ، فما بالنا في الامراض المزمنه تحتاج الالاف من ميزانيه الدوله. ما فيش شك ان برضه في على نفقه الدوله، الدوله لها دور برضه، عشان لا ننكر دور الدوله في جزئيه معينه، الشخص الغير قادر الدوله بتساعده من خلال نظام او منظومه نفقة الدولة. والرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على يعني على هذا الموضوع وعلى علاج المصريين على نفقة الدولة اللي غير محتاجين يعني إلا لأمراض
المزمنه، لان الامراض المزمنه زي ما احنا عارفين بتحتاج الى تكاليف عاليه ونفقات عاليه جدا، لابد ان تتدخل الدوله. ولكن الاهتمام بالصحه او بالصحه داخل المستشفيات اهم. احنا عندنا مشكله في مصر في المستشفيات، ممكن الاطباء ممتازين، ممكن التمريض ممتاز، ولكن المتابعه غير ممتاز. المتابعة مهمة جدا من جانب كل مسؤول داخل أي مستشفى عام داخل الجمهورية، أسوة بالمستشفيات الخاصة أو الاستثنائية. يعني التحقيق في نهايته بيدعو أكيد لضرورة تطوير العنصر البشري ودعم العنصر البشري، وده اللي كنت عايز أقوله. المشاكل مهمة جدا، احنا عايزين نؤكد على شيء والتمريض. إن الدولة لابد أن ترتقي بالأطباء، ترتقي بممرضين، إن طاقم التمريض مهم جدا. إحنا في الأطباء ممتازين على مستوى العالم، ولكن التمريض هو ده اللي بيقع مننا في المنظومة الصحية. أكيد يعني منظومة صحية بها الكثير من العناصر التي تحتاج إلى اهتمام في الفترة المقبلة. من ملف الصحة إلى ملف الاقتصادي، وفي الصفحة 11 نقرأ هذا الخبر: خبراء يقترحون بدائل لخفض قيمة الجنيه، إنشاء بورصة للدولار وتقليص الاستيراد بنسبة 35%. أستاذ محمد، يعني ما هي أبرز البدائل التي يقترحها البعض عن خفض قيمة الجنيه كما تردد في الفترة الأخيرة؟ كلمة تخفيض قيمة الجنيه كلمة مطاطة. عايزين نتذكر كويس قوي لما الدكتور طارق عامر رئيس البنك المركزي المصري كان في أكتوبر السنة اللي فاتت لما تولى هذا المنصب، قال أي أنا هخلي الدولار يساوي 4 جنيه مصري، ولا هو النهاردة ولا وصل 4 جنيه هنوصل لقرش تعريف، الجنيه هيبقى بقرش تعريف. هناك سياسات خاطئة في المنظومة النقدية أو السياسة النقدية. أعتقد أهم طرف في هذا هو البنك المركزي المصري. النهاردة الدولار لما يصل إلى 11.5 وحيوصل 11.5 وشوية أو يقترب من ال 12 جنيه في خلال أشهر بسيطة، ده بيؤدي إلى انهيار اقتصادي بطيء على المدى الطويل. هذا كافة السلع، يعني هناك كافة السلع أدت إلى ارتفاع أسعارها. وعندما تسأل التاجر أو تسأل المسؤول يقول لك الدولار، احنا عايز أفهم قصة الدولار، من هي؟ هل هناك مافيا؟ هل هناك خفافيش وراء ارتفاع الدولار؟ الحكومة لابد أن تتدخل بشكل حاسم لهذه القضية. ده هناك بعض الخبراء طلبوا أو اقترحوا أن هناك بورصة، سوق أوراق مال، سوق زي أسوأة بسوق الأوراق المالية هي البورصة، نعمل بورصة للدولار في السوق من خلال التداول والقصة اللي احنا عارفينها، أو زي ما يحدث في الأوراق المالية. ولكن مجرد اقتراحات، ده سياسة الدولة. أنا بطالب البنك المركزي وكافة المجموعة الاقتصادية أن تضع وضعا يعني أفضل مما احنا في الآن. مصر الآن في وضع، أنا بتكلم عن نفسي وأنا شايف السوق المصري، ولا بتسأل أي تاجر بسيط يقول لك الوضع عندي اقتصاديا صعب جدا في التجارة، ارتفاع الأسعار وندرة الدولار، يعني عملية معادلة صعبة جدا. لابد أن أطالب الدولة وفي ممثلة في البنك المركزي والمجموعة الاقتصادية بالتدخل لمواجهة ما يحدث. الدولار هي المشكلة اللي احنا بنعاني منها في هذه الأيام. احنا خايف نصل إلى مرحلة الدولار هيبقى قدام الجنيه يعني قرش، زي ما انا قلت في وسط كان قرش تعريفه، والدولار يوصل لي يعني مرتبه اعلى. ان شاء الله لا يحدث ذلك. نامل ان يكون كلامي ده مجرد يعني مناشده للحكومه لتصحيح مسار الدولار والجنيه المصري. اكيد يعني هناك بالفعل يعني خطوات نحو تقليل الاستيراد، وربما الاقتراح بانشاء بورصه للدولار كما يقول الخبراء يكون له ايضا دور في مواجهه هذه الازمه. عندنا مشكلتنا باختصار جدا، اختيارتنا موضوع الاستيراد، احنا بنستورد اكتر ما مستصدر، كان يكون عشرات الاضعاف. صح، ولكن بالفعل هناك جهود في هذا الاطار يعني الانتاج. انا بطالب كده، منظومه الانتاج والتصدير هو حل المشكله. تمام. احنا لا نعتمد على الاستيراد بشكل اساسي، ولكن نعتمد على استيراد بعض السلع وبعض المكونات، ولكن الاعتماد الكلي على الاستيراد بيمتص بيجزم مننا
الحصيلة الدولارية داخل أكيد مصر. ونحتاج الاهتمام بالطبع بالمنتج المحلي لدعم تصديره إلى الخارج. هنا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الجولة في العدد الجديد لجريدة الوفد. شكرا لضيف هذه الحلقة الأستاذ محمد زكي نائب رئيس تحرير الجريدة وأيضا الكاتب الصحفي بالوفد. شكرا لوجود حضرتك معنا. أهلا بكم المشاهدين مرة تانية. شكرا. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وغدا أخبار جديدة وفريق عمل جديد. إلى اللقاء.